على إيقاع النشيدين الوطنيين المغربي والمصري ووسط أجواء عائلية، احتفلت السفارة المصرية بالرباط بالذكرى 45 لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة. احتفال الرمز اختارت عدد من الشخصيات الدبلوماسية والعسكرية وأسماء بارزة في عالم السياسة والأدب والثقافة والإعلام تقاسم لحظاته مع الجالية المصرية لما للذكرى من بعد قومي وبصمة في الوجدان العربي. زي السنة دي احنا بنحتفل ب 45 عام على الانتصار، بنحتفل في الظروف يمكن الوطن العربي بيمر بقاله فترة بحالة عدم استقرار، عدد من الدول فيها مشاكل كبيرة، ليبيا وسوريا من قبلهم كان العراق، مرت مصر وتونس واليمن بمراحل ثورات، فمهم جدا برضو ان احنا نسترجع دايما هذه الانتصارات وتساعدنا في ان احنا يعني تشحذ الهمم لإعادة البناء. الاحتفال بالنصر مناسبة أيضا لتذكر تضامن الجيوش العربية مع الجيش المصري لكسر شوكة الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي العربية وفي مقدمتها الجيش المغربي. المغرب كان له نصيب وباع في دعم حرب أكتوبر، وذلك بإفاد قوات مغربية اللي هي حاربت إلى جانب القوات المسلحة المصرية. من الجانب المصري كذلك كان دائما دعم للمغرب، يكفي أنه القاهرة احتضنت حركة التحرر الوطني في البلدان المغاربية الثلاثة. العقيد السلاك عاد بذاكرته إلى الوراء ليسرد لنا حكايات من حقبة كان شاهدا عليها وكان عنصرا من صناع نجدها. تتبعنا عن قرب أحداث عام 1973 التاريخية، وحتى قبل ذلك في عام 1967، وكانت حسرتنا آنذاك كبيرة، لكن سرعان ما جاءت حرب أكتوبر لتضخ دماء جديدة وتمنحنا الأمل، خاصة حين فهم الرئيس الراحل أنور السادات معنى أن تكون مسلحا بقوة موحدة. تربط المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية علاقات ضاربة جذورها في التاريخ، تتجدد بين البلدين أواصر المحبة والإخاء في كل مناسبة غالية، ويتجدد معها العهد على نصرة العروبة. فدوى مرابط قناة الغد الرباط.